هذا وقد عبرت أسر الطلاب عن فرحتها بعودة أبنائها موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت أسرة الطالب أحمد ناصر ببني سويف إن الدولة المصرية نجحت في إعادة أبنائنا وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل عودتهم إلى أرض الوطن. ابني أحمد طاهر كان من الطلاب اللي عالقين في كييف أثناء الحرب، وبفضل الله وبفضل القيادة السياسية وأزرعها منفذة لكل القرارات اللي احنا استفدنا منها على الأرض، تم وصول ابني بفضل الله ونعمته بتوجيهاته اللي بتثبت انه هذه التوجيهات بتثبت ان سعادة الرئيس يعيش معانا مشاكلنا ويعيش معانا حياتنا اليومية. فبتوجيهات حضرته الحمد لله رب العالمين، انا اعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى سبب سعادة الرئيس في ان هو يكتب لابني عمر جديد مرة تانية بالدور اللي قامت به السفارة في نقله من عاصمة اوكرانيا. كنت من الطلاب المصريين الموجودين في كييف ساعة المشكلة اللي حصلت والحرب، وطبعا ما في اول الموضوع انا احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي عمله معانا، وبعد كده احب اشكر السفارة المصرية البولندية والسفارة المصرية في اوكرانيا. وطبعا انا ما كنتش متوقع ان الموقف هيعدي، بس اللي هو الحمد لله بفضل القوات والقيادات المصريه الموضوع عدى على خير، وانا الحمد لله دلوقتي موجود في مصر في بني سويف بلدي وسط اهلي. واحب اشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات اللي ساعدت في الموضوع ان احنا نوصل حد مصر هنا، والحمد لله الموضوع عدى على خير. واحب اشكر كل الناس اللي ساعدت.